حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعلى بركة الله نبدأ أولى تقارير أمسيتنا لهذا اليوم مع القافلة الوردية التي تأتي تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث تقدم القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان سلسلة من الفحوصات المجانية والندوات والمحاضرات الافتراضية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والحكومية والشركات الخاصة، حيث تحط القافلة رحالها في مدينة الشارقة للإعلام شمس بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول المرض وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عنه. تفاصيل أكثر نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. احتفاء بأكتوبر الوردي شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي، والتي تتلخص أهدافه في تعزيز ثقافة الفحص المبكر لسرطان الثدي، استضافت مدينة الشارقة للإعلام شمس عيادة القافلة الوردية المتنقلة إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بهدف تعزيز وعي السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الحمد لله رب العالمين، لاحظنا إقبال شديد من السيدات بفضل الوعي، بفضل جهود أو تكاتف جهود جميع المؤسسات الطبية في الدولة. استقبلت العيادة عدد من موظفي شمس وقدمت فحوصات طبية وشرحا وافيا حول مخاطر مرض سرطان الثدي وأعراضه وسبل الوقاية منه وأهمية الفحص الدوري للنساء لنشر التوعية والمعرفة بمرض سرطان الثدي. طبعا وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي ثلاثة، الفحص الأول اللي هو الفحص الذاتي الشهري اللي تقوم الفتاة بفحص نفسه، يبدأ من سن 20 لحد 40. طبعا الفحص الذاتي الشهري من اليوم الثامن يبدأ للدورة الشهرية، حيث تقوم الفتاة بفحص نفسه خلال الفترة هذه. الفحص الثاني هو الفحص السريري عند الطبيبة، يتم سنويا أو كل سنتين كل ثلاث سنوات على حسب الفئة العمرية. طبعا من سن 20 لسن 40 نقول لهم كل ثلاث سنوات، لكن من بعد سن 40 لأنه نسبة الإصابة من بعد سن 40 عالية، فيفضل أنه يكون على الأقل كل سنتين أو سنويا إذا كان في فاميلي هيستوري أو شيء. وطبعا وعند سن 40 فحص الماموجرام اللي هو التصوير الإشعاعي للثدي، فتكون هي ثلاث فحوصات كاملة، هذه للسكرينينج البريست كانسر اللي هو المسح عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الفحص الذاتي الشهري، الفحص السريري عند الطبيبة، وفحص الماموجرام اللي هو الأشعة. القافلة الوردية جهود متضافرة لنشر الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.